واخر ترند معانا بقى هو خاص بفيلم معالي ماما، واللي كان العرض الخاص بيه من ايام قليله. الفيلم من بطوله بشرى محمود الليثي ونور ايهاب، وبتدور احداث الفيلم في اطار اجتماعي كوميدي من خلال علاقه الام باطفالها في ظل وجود مسؤوليات كتير بتحيط بيها زي شغلها اللي بتقابل فيه كتير من التحديات. كاميرا ترندز كانت موجوده في العرض الخاص وقابلت بشرى وابطال الفيلم. الحقيقه يا المراه العامله عموما في مصر التي تعول وفي نفس الوقت بتشتغل وبتشتغل في مناصب مهمه او بتبقى ماسكه مسؤوليات كبيره جدا في مجال العمل، بتبقى دايما واقعه في حيره وفخ اللي هو ما بين التوازن ما بين المنزل وما بين العمل، ودايما بيبقى فيه عناصر بتتاثر من الجانبين. فالفيلم بيطرح هذه التساؤلات، ما بيقولش يعني هو ايه اللي اصح، لكن الفيلم بيقول ان ده واقع موجود وملموس، واعتقد انه ده المهم جدا اللي هو النظر للمراه العامله. حريص طول الوقت ان انا اعمل شخصيات جديده واعمل حاجه شبهي انا او طبعي انا، فيعني لو ركزت في كل الحاجات اللي انا عملتها القليله اللي انا عملتها مش هتلاقي شخصيه شبه التانيه، لان انا مركز جدا وربنا يوفقني يعني مركز جدا ان انا اعمل حاجات مختلفه. الفكره ان انا شايف الافلام كلها في مصر او في الوطن العربي كله مايلين للاكشن ومايلين لافلام اللي هي الكوميديا الفارس، الكوميديا الضحك للضحك. انا بعمل لايت كوميدي بس من خلال مضمون قصه فيها مورال طيب وفيها يعني قصه كفاح للاسره والام المصريه. انكل احمد نور قال لي انا عايزك في فيلم معالي ماما، وانا شفت الدور بقى وكده فعجبني، فانا رديت بشرى. وانا وسولي ونور احنا المفروض اخوات وبنجنن ما بدهم نعمل فيها مقالب. وبكده تكون خلصت فقرة Trends of the Week.